أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا لو كان
لهم في الزفير وهم في لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم في وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق